مقطع التالي نشروا حساب هاشتاج السعودية للدكتور أحمد علي الغامدي استشاري الجراحة العامة وأيضا السمنة، يتحدث فيه عن مفهوم رياضة المشي طبيا. نتابع من الجانب الطبي تمام عن رياضة المشي، وفرق ما بين المشي اللي هو يعني واحد يطالع يطلق رجلين على قول أو يتمشى، ورياضة المشي اللي بناء عليها ننصح فيها طبيا وأنه تفيد القلب وتفيد عضلات القلب وتساعد على نزول الوزن، واللي ننصح فيه احنا الناس انها تمشي طبيا. وما هو الفرق بين المشي اللي تمشى والمشي الطبي؟ رقم واحد، حتى تطلق عليها رياضة مشي اقل شيء لازم تكون طبيا لا تقل عن 160 دقيقة من المشي اسبوعيا، معناها اربع حصص، أقل حصة تكون 40 دقيقة، تمام؟ فأقل من 40 دقيقة شخصياً أنا ما أعتبره مشي، فاللي يقول والله أطلع أمشي 20 دقيقة وأرجع، هذا بالنسبة لي ليست رياضة مشي، أقل شيء تكون حصة 40 دقيقة وما أعلى، تمام؟ الشيء الثاني، ما هي السرعة اللي تقول عليها إنه أنا قاعد أمشي؟ أفضل طريقة طبية هي يسموها الهارت ريت، اللي عندهم أبل واتش ولا شيء يشوف سرعة يعني تسارع دقات القلب أثناء المشي، ولها حسبة معينة اللي هو 220 ناقص عمرك. فنفترض واحد عمره 25 سنة، 220 ناقص 25 معناها 195، هذا الماكسيمم هارت ريت، أعلى دقات قلب تصل لها الإنسان لهذا المثال هو 195، هذا أعلى دقات قلب أثناء الرياضة. حتى تطلق عليها رياضة لازم تكون من 50 إلى 70% من أعلى دقات القلب، معناها أنه لازم يتراوح دقات القلب في هذا المثال من 110 تقريبا إلى 140، تمسك الهارت ريت ودقات القلب في هذا المجال حتى يبدأ الجسم أنه يحرق وتبدأ تستفيد من رياضة المشي وتحرق السعرات الحرارية. ياسر،